بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. احنا النهاردة هنسهر مع الكون والغازه. الكون عرضه 15 مليار سنة ضوئية وعمره 15 مليار سنة زمنية. في فرق بين السنة الضوئية والسنة الزمنية. السنة الزمنية ده مقياس للزمن، إنما السنة الضوئية دي وحدة مسافة. عشان تعرفوا السنة الضوئية دي طولها قد إيه، هقول لكم. الثانية الضوئية طولها 300,000 كيلومتر، دي الثانية. فعشان نعرف السنة الضوئية طولها قد إيه، هتضرب بقى 300,000 في 60 في 60 في 24 في 30 في 12، يطلع لنا 3 وقدامها 14 صفر. وبعدين نرجع نضرب تاني في 15,000 مليون اللي هي 15 مليون، فتطلع لنا رقم قدامه 25 صفر. شوفوا بقى قد ايه رقم قدامه 25 صفر كيلو متر. ده عرض الكون. ايه ده؟ شوف لما ربنا يقول جنة عرضها السماوات والأرض، تبقى جنة ايه دي؟ ادي العرض ده وشفناه، عرض السماوات والأرض شفناه بالمقياس الفلكي، رقمه قدامه 25 صفر، يعني مليون 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 الى اخر كيلو متر. عمره بقى الكون عمره ممتد في الزمان لأزل على بعد 15 مليار سنة من السنوات بتوعنا. ابتدى ازاي؟ اكثر النظريات قبولا بتقول انه ابتدى على شكل قبضة، اللي هي كانت شاملة لكل مادة الكون بقى. فشوف بقى مادة الكون دي كلها لما تبقى في قبضة، تبقى قبضة ايه دي؟ تبقى مادة، دي حاجة غير المادة طبعا، شيء ما نعرفوش. هذه القبضة انفجرت، ده الانفجار الاول اللي بيسموه بيج بانج، وتحولت الى سديم ودخان لا نهائي بالعرض الفظيع اللي شفناه ده. وبعدين على مدى ملايين السنين ابتدى هذا السديم يتكثف الى نجوم وكواكب وشموس ومجرات، اللي هو الكون اللي احنا شايفينه. لكن ممكن لما تحط ودنك تسمع لسه صوت الانفجار الاول شغال، انت هتشوفه في الالات تسجله على شكل ذبذبات في كل اتجاه. فالكون لسه منطلق في الأقطار الأربعة عمال يتمدد، لكن في نفس الوقت في قوة ثانية بتشده لجوه اللي هي قوة الجاذبية، وفي توازن بين القوتين هو اللي مدينا الشكل الحالي لعمارة الكون. لو قوة الجاذبية أو الجرافيتي انفردت بالكون، هتروح كمشاه فينهار لجوه كله ويتهرس تماما ويتحول الى ثقب اسود، او شيء كمان اكثر غموضا والغازا من الثقب الاسود، يعني يرجع قبضه زي ما ابتدى الاول. فواضح جدا ان في توازن هو اللي حاكم شكل العماره الكونيه، وان اللي ماسك كل العماره دي كلها قوه الجاذبيه. أما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وفي آية ثانية يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وفي آية أخرى عن يوم القيامة الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، مطويات بيمينه. وآية ثانية يوم نطوي برضو يوم القيامة، يا ونطوي السماء كطي السجل للكتب. آيات كلها ترمز إلى أن الجاذبية دي قوة من القوى الإلهية، وطبعا لأنها دي قوة عظمى، القوة اللي ماسكة الكون ده كله وماسكة العمارة الكونية دي كلها، وتمنحها أنها تنهار. لأن زي ما قلنا لو انفرضت قوة الجاذبية بالعمارة الكونية هتنهار العمارة كلها إلى الداخل،
وتتهرس وتبقى ثقب أسود أو ما بعد الثقب الأسود اللي هي القبضة الأولى. حكاية الثقب الأسود دي من الحكايات العجيبة في الفلك، من ضمن الألغاز العجيبة في الفلك. يعني يقول لك إن تاريخ أي نجم بيبتلي بميلاد ويتطور من شباب إلى شيخوخة وبعدين إلى موت، وهذا الموت يتوقف على كتلة النجم. فالنجم إذا كان كتلته كبيرة أكبر من الشمس 3 مرات، فاللي بيحصل بالضبط إنه لما ينهار وينكمش مفيش أي قوة هتحميه، لأن كتلته كبيرة وجاذبيته ضخمة جدا، فبينهار دفعة واحدة ويتهرس تماما ويتحول إلى ثقب أسود. ثقب أسود إيه حكاية الثقب الأسود دي؟ يقول لك إن الثقب الأسود ده بيبقى بحجم ملعب كرة. الثقب الأسود ده هو نهاية وأفق معلوماتنا اللي ما يقدرش نوصل لإيه اللي بيحصل فيه بالظبط، فبيسموه Event Horizon. الثقب الأسود ده بيتوقف فيه الزمن وتختفي جميع القوانين اللي نعرفها. ويقول لك أسود ليه أسود؟ لأن من شدة جاذبيته وتعاظم كتلته الضوء اللي بيطلع منه ما يقدرش يطلع، ونشد الجاذبيته وبيشد الضوء فما يطلعش، فتكون النتيجة إنه ما يوصلناش منه ضوء فيبقى أسود. فهو نهاية أفق معلوماتنا. اللي بيحصل بقى لو كان هذا النجم اللي بيموت حجمه أصغر شوية، يقوم ما بينهارش خالص بالشكل ده، لا ينهار ويتحول إلى النجوم النيوترونية النابضة. إذا كان حجمه زي الشمس مثلا فبينهار بيتحول إلى قزم أبيض. فمسألة المصير بتاع النجم يتوقف على كتلته، ولو كانت كتلته 3 أضعاف الشمس فما أكبر، فنهايته أنه يبقى ثقب أسود. إيه الثقب الأسود؟ علمت تفهم قد كده، لأن ده نهاية معلوماتنا. Event Horizon بيقول لك أن الزمن يتجمد، أن الضوء يسجن، إن جميع القوانين تختفي. طبعا ده كله نتيجة إيه؟ نتيجة إن القوة الجاذبية دي أو جرافيتي قوة رهيبة. وبالرغم من إن قوة الجاذبية هي من أكبر وأعظم القوى الفلكية بالمقياس الفلكي، لكن على الأرض هنا لما نيجي نقيسها نلاقيها أصغر قوة. لما جه هنري كافندش وقاس القوة دي اللي قوة التجاذب بين جسمين، فلقى انها تساوي 1/1,000,000 من الجرام على البوصة المربعة، حاجة طبعا تافهة جدا. يعني مثلا لما نشوف قوة الذرة او التماسك الذري بالنسبة لحكاية الجاذبية، القوة اللي هي الالكتروماجنتيك باور او القوة الكهربائية اللي جوه الذرة نفسها واللي ماسكة عمارة الذرة، نلاقي القوة دي 10,00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 0,
للذره نلاقي القوه اللي ماسكه المعمار الذري قدها كام مره؟ 10,000 مليون 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 مره. فدي معناها ان يعني ربنا اعتنى جدا بحكايه صناعه اللبنات دي، لان الذره هي اللبنه اللي بعد كده بنبني منها كل شيء، العناصر وكل الحاجات دي. وكمان حاجه تانية، ان ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الذره هو في الواقع حزم حزمه من الطاقه، باكت الطاقه، فكان لابد ان هي تتحزم بالطاقه الفظيعه او الالكترومغنيتيك باور او القوه الكهربائيه بالشده بالشكل ده. وعشان كده شوف لما الذره بتنفجر بيطلع طاقه قد ايه. والحقيقه معلوماتنا عن الطاقه الذريه ومعلوماتنا عن القوه الكهربائيه اللي ماسكه مكونات الذره اكتر بكتير واشد وضوحا من معلوماتنا عن القوه الفلكيه اللي اسمها الجاذبيه او جرافيتي اللي ماسكه عماره الكون كله. بالعكس، احنا عندنا فكرتنا عن هذه الجاذبيه غامضه جدا، وهي مزيج من الاحاجي والالغاز والاسرار.
يعني نقول لك القمر بيشد المية بتاع الأرض في المد والجزر، ولكن مش عارفين بيشد المية ازاي. القمر ده هيشد المية ازاي؟ ونفس الحكاية كان أيام اليونان نفس الحيرة، لدرجة ان هم تصورهم ان في سائل خفي ما بين القمر والأرض اسم النيومة، والنيومة ده بيتوتر فبيشد المية بتاع الأرض. لما جه نيوتن وشاف التفاحة بتقع على الأرض وقعد يحسب حسابات الجاذبية بتاعته، برضه ما قالناش الجاذبية دي تبقى ايه وبتشتغل ازاي، لكن هو عمل حسابات بس. قال لك ان كل جسمين، اي جسمين على الأرض بيبقى فيه بينهم قوة، قوة جذب، هذه القوة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة. يعني الجسمين دول لو بعدهم المسافة بقت الضعف، قوة الجذب تبقى الربع، لو بعده 3 مرات يبقى قوة الجذب 1/9. وده المعروف بقانون نيوتن في الجاذبية، لكن ما قالناش ايه هي الجاذبية دي وما عرفش هي ايه. ايضا في سؤال ما قدرش نيوتن يجاوب عليه، ان الملاحظ ان جميع الاجسام اذا وقعت من فوق من بلكونة مثلا، نلاقي التقيل زي الخفيف ينزل للارض بسرعة واحدة، شاكوش وقلم رصاص ارميهم من فوق البلكونة تلاقيهم يوصلوا الارض في لحظة واحدة وينزلوا بسرعة واحدة، مع ان مش مفهومة دي، المفروض كان الشاكوش ينزل اسرع. جربوها على برج بيزا المائل، برضو رموا حاجات من فوق نزلت بسرعة واحدة، الخفيف زي التقيل، زلطة قد كده زي حصوة قد كده. وبعدين جربوها على القمر، فرموا شاكوش ورموا ريشة فرخة، لقوا الاتنين نازلين بسرعة واحدة بالرغم من الفرق الكبير في الكتلة. محدش قدر يجاوب على الحكاية دي، لغز، لغاية ما جه اينشتاين وقال لك لا دي بسيطة، ده الحقيقة انتوا قاعدين بتحسبوا الكتلة وما الكتلة، مع ان دي ملهاش علاقة بسرعة الايه الوقوع او السقوط، ده الحاجة بتسقط على الارض نتيجة ان الفراغ اللي حوالين الارض فيه انحناء، فيه انحناء بحيث ان مفيش مفر لاي كتلة نازلة الا انها تسقط في الانحناء ده، فتتساوى سرعات جميع الاجسام لانها تتوقف على هذا الانحناء الفضائي او الفراغي، فينزلوا ويوصلوا الارض كلها في وقت واحد. وقال لك ده مش الاجسام بس، ده اشعه النجوم اللي جايه لنا من ورا الشمس، بتيجي عند الشمس هذه الاشعه اللي هي الاشعه الضوئيه وتقع في المنحنى الفراغي اللي حوالين الشمس فينحني الشعاع، مع ان الشعاع عندنا في علم الضوء ما يصحش ينحني ابدا، ده يمشي كده زي السيف. لا، اينشتاين قال لك لا، وانا حاسبت الحكايه دي واثبتها طبعا في الخسوف، والزاويه اللي تنبأ بيها طلعت مظبوطه، والشعاع فعلا يجي من ورا من عند النجوم، ولما يحصل الشمس يقع في الايه الانحناء المنحنى الفراغي اللي حوالين الشمس وينحني. وقال لك لا، ده اكتر من كده كمان، البث اللاسلكي اللي جاينا من الكوازرات البعيده خالص، امواج اللاسلكيه دي لما تيجي عند الشمس برضه تقع في المنحنى دي وتنحني، وتنبأ برضه بالزاويه بتاعتها وطلع مظبوط. معناها بقى ايه؟ ان في الكون كله الفضاء الواسع ده نتيجه وجود الاجسام التقيله بيحصل، الاجسام اللي هي زي المجرات والنجوم والشموس ومش عارف ايه، الفراغ نفسه بينحني حواليها، والنتيجه ان اللي حاصل لما تطلع للفضاء تلاقي شوارع ملتفه، ما تلاقيش شارع دغري، تلاقي الكواكب بتمشي في مسارات بيضاويه، واي شيء ترميه خارج الارض تلاقيه يلف يدور حوالين الارض، ما فيش حاجه اسمها يمشي في خط مستقيم، خط مستقيم فين؟ ما دام الفضاء بينحني على الاجسام فاذا ما فيش مفر غير ان تبقى المسارات كلها منحنيه. يبقى عشان تيجي تطلع كده تصعد في السماء تبقى كلمة الصعود دي غلط، مفيش إلا كلمة واحدة اللي زي القرآن قالها، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ربنا اختار كلمة تعرج، ما قالش تصعد وما قالش ترتفع، قال تعرج. ليه؟ لأن المسار التفافي كله، عشان تيجي تطلع من أي جرم وتطلع في السماء لازم تعرج، يعني تطلع في مسار حلزوني بطريقة ملتفة.
اتضح ان ده مظبوط، والتعبير القرآني دقيق دقة فلكية، مش بس دقة لفظية، دقة فلكية. فكل الممرات عبارة عن طرق ملتفة، وعشان تطلع مش ممكن تطلع كده، لا لازم تطلع كده. نشوف الفيلم ونشوف عجائب الفلك وحكاية الثقب الأسود وأخباره. زي ما قلنا الكون عمارة عرضها 15,000,000,000 سنة ضوئية، وعمرها 15,000,000,000 سنة زمنية، فهي شيء مهول مهول مهول. وبعدين اللي ماسك العمارة دي كلها قوة اسمها القوة الجاذبية أو جرافيتي. القوة دي لابد انها تكون قوة عملاقة، لدرجة انها اذا انفردت بالكون ممكن تهرسه وتحوله الى ثقب اسود. فطبعا حسن الحظ ان ايه، في قوة تانية اللي هي قوة طردة بتعادل هذه القوة، فالعمارة محتفظة بشكلها. لكن لو حصل ان هذه القوة الطردة اهو إن استنفدت وابتدى يشتغل الثقب الأسود، أهو ده الثقب الأسود، إن كل شيء يتهرس فيه، الكون كله يتهرس ويتحول إلى ثقب أسود. طبعا إحنا بنشوف قوى الجاذبية على الأرض لما بتشتغل بنشوفها قدامنا على شكل انهيار جليدي. أهو ده انهيار جليدي، ده ممكن يكتسح قرى، كتل الجليد نزلة بإيه؟ نزلة بالجاذبية. ده أحد أشكال الجاذبية لما تعمل كوارث على الأرض في الانهيارات الجليدية. لكن هي احنا لو شفنا التاريخ نلاقي جميع الساعات اللي اتعملت زمان، الساعات البدائية كلها كانت بتشتغل على أساس الجاذبية، سواء كانت ساعات بندولية أو ساعات رملية أو ساعات مائية، كلها بتشتغل بناء على مبدأ ان الزنبلك بتاعها الحقيقي هو الجاذبية. فالرمل لما بيقع بيقع بالجاذبية، وكذلك المية، وكذلك البندول، كل دي فعل الجاذبية هو اللي بيحرك جميع الساعات القديمة والتاريخية اللي عارفينها. ثم في النهاية طيب ما هي جاذبية الشمس؟ هي السر في حركة الأرض عشان تحدد السنة وتحدد لنا اليوم، فهي برضو ساعة كبيرة في الفضاء. والجاذبية هي اللي خلت الأرض كروية، والجاذبية هي المسؤولة عن ظاهرة المد والجزر بسبب القمر وتأثيره على مياه البحار. فالجاذبية الفلكية شغالة باستمرار. والجاذبية بيقولوا ان هي كانت الاول قوى كبيرة بتقل شوية شوية. طبعا في اليونان احتاسوا في حكاية القمر ازاي بيشد المية دي، فألفهم او افترضوا ان في سائل ما بين القمر والارض، هذا السائل سموه النيومة، والسائل ده خفي ما يتشافش وهو اللي بيشد البحار. ده من الحيرة بتاعتهم في تفسير هذه الظاهرة. واليونانيين لما كان تفكيرهم الفلكي تفكير منطقي قوي وفي نفس الوقت تفكير ديني، فهم تصوروا ان الشمس بيقودها عربة أبولو كبير الآلهة، وتصوروا ان الأرض هي مركز الكون، وان الشمس بتدور حواليها، وكذلك جميع الكواكب، وان دوران هذه الأجرام دوران في دوائر. فعملوا الهيكل بتاع الكون في نظرهم، ده اللي عمل الهيكل ده بطليموس. كان الهيكل ده دوائر جوه دوائر جوه دوائر جوه دوائر، وفي الوسط الارض، وكل الكواكب مع الشمس بيلفهم في هذه الدوائر. لما جه كوبرنيكوس وعمل ثورة فلكية قلب النظام، قال لك لا، ده الحاصل بالعكس، ان الشمس هي اللي في المركز وبيلف حواليها الكل الكواكب والأرض ما بينها. فده كانت ثورة كوبرنيكوس، حط الشمس في مكانها في منتصف المجموعة، و
ورجع النظام لأصله اللي هو فيه الكواكب والأرض بتدور حوالين الشمس والشمس مركزية. لكن برضو ظل على الغلط القديم بأن كل المسارات دائرية لغاية ما جه تايكو براها في الدنمارك وابتدى يعمل حساباته على أفلاك الكواكب وعمل حسابات دقيقة قوي، وبناء على هذه الحسابات جه كيبلر واكتشف ان مسارات الكواكب بيضاوية ما هياش دائرية، وان حكاية المسار الدائري دي تخريفة يوناني. فجميع الافلاك بتاعة الكواكب كلها بيضاوية. سنة 1666 حصل حريق الكبير في لندن وبوباء الطاعون، وهرب الناس كلها من انجلترا، ومن ضمن الهاربين بجلدهم كان سير ايزاك نيوتن صاحب نظرية الجاذبية، وده من حزن حظ البشرية لانه هرب بجلده. وبعد كده كتب كتابه الشهير برينسيبيا ماتيماتيكا اللي هو عن الجاذبية، ونظرية الجاذبية اكدت ان مسارات الكواكب بالفعل بيضاوية. طبعا بعد كده في انجلترا عملوا مرصد جرينتش وابتدوا يهتموا بالفلك، ونظرية نيوتن في الجاذبية بقت حديث العالم الرياضي كله، عالم الماتيماتيكس. وزي ما قلنا هي فكرة نظرية نيوتن ان كل جسمين في بينهم قوة جاذبية، هذه القوة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة، بحيث ان إذا كان المسافة الجسمين حيبتعدوا عن بعض إلى الضعف فتكون القوة تنقص للربع، وإذا ابتعدوا عن بعض ثلاث مرات يعني ثلاث أضعاف المسافة القوة الجاذبية تنقص لواحد على تسعة. فهي مجرد معادلة لكن ما قلناش هي أي الجاذبية. لكن المعادلة دي فسرت لنا حاجات كتيرة جداً في حركة الأجسام وفي أفلاك الكواكب، وبعدين كمان فسرت لنا حكاية حركة ده سير إدموند هالي لما سمع عن نظرية نيوتن طلع قبل، راح طلع يجري نيوتن وقابله وقال له أنت اكتشفت النظرية دي إزاي؟ عرفت إزاي حكاية المعادلة دي؟ فنيوتن بكل بساطة قال له والله أنا كنت كاتبها في ورقة بس مش عارف نسيت حطتها فين، زي الجماعة العباقرة لما ينسوا بقى. لكن بعد كده طبعا طلع كتابه الشهير برينسيبيا ماتيماتيكا اللي شرح فيه المسائل دي كلها. وأيضا نيوتن قدر يحسب المخزوفات اللي تقذف من الأرض زي مثلا سهم أو رصاصة أو مسارها يبقى ازاي، وتنبأ بأن لو قدرنا نقذف صاروخ خارج الأرض فحيكون نتيجة انه يخرج من الجاذبية ويدور حوالين الارض كأي جرم فلكي. ده نبوءة نيوتونية. وايضا قدر يحسب المذنبات، وبجيه بعده إدموند هالي. إدموند هالي هو صاحب مذنب هالي، وقدر يحسب ان هذا المذنب بيعدي على الكرة الارضية كل 76 سنة، وكلامه ده طلع صحيح بالملي. التاريخ يحفظ لنا يعني صور كتيرة لهذا المذنب وزياراته من ايام ما جه للصين زمان وارتبط بكوارث كبيرة وكده. حسابات الاوربتس او ده اللي شايفينه ده هنري كافندش، وده اول واحد حاول يقيس قوة الجاذبية دي قد ايه، يعني الجاذبية بين جسمين هل ممكن نقيسهم؟ عملية دقيقة وصعبة جدا. لما قاس كافندش طلعت القوة دي تساوي واحد على مليون تقريبا، يعني واحد على مليون من الجرام على البوصة المربعة. والجهاز كان جهاز معقد جدا، يعني لازم يحط البلية دي جوه الأسطوانة دي البلية دي اللي هتقع عليها فعل الجاذبية بتاع الجسم الكبير.
وبعدين بيجيب الجسمين الكبار دول اللي هم التنجستن، كل واحد وزنه 25 كيلو، ادي واحد. وبعدين لازم الترابيزة تدور عشان تلغي تأثير الأجسام الأخرى، ادي الجسمين دول المفروض هيزاولوا قوة جاذبية على البلية اللي جوه، لكن لازم الترابيزة تبقى دايرة طول الوقت عشان تلغي تأثير الأجسام الأخرى. وطبعا بعد جهد جهيد كل اللي قدر يطلعونا إن إيه هذه القوة على الأرض بتبقى ضئيلة قوي، وتساوي تقريبا 1 على مليون من الجرام على البوصة المربعة، بينما في الذرة قالوا شيء مفزع جدا، قالوا إن القوة الكهربائية لربط الذرة بتساوي 10,000 مليون 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 مليون، ضعف لهذا الكم البسيط اللي بنسميه قوة الجاذبية. فالقوة الكهربائية بتاع الذرة اللي اتبنت بها معمار الذرة أشد وأقوى، وإحنا معلوماتنا عنها كمان أوضح، إنما معلوماتنا عن الجاذبية غامضة. وقالوا ان الجاذبية في البداية من ملايين السنين كانت قوة اكبر، وانها بتقل مع الوقت، وان هي اللي خلت الارض كروية، وان الارض كانت الاول حجمها اصغر ومتدامجة، لكن لما الجاذبية بتضعف وبتضعف ابتدت الارض تفلق وتتمدد، وده سبب الفوالق اللي بتحصل في الارض. الفوالق اللي احنا شايفينها دي هو بيقول ان السبب ان قوة الجاذبية اللي ماسكه الارض نفسها ابتدت تضعف، فابتدت الارض تفلق وتتمدد. وان الجاذبية عند خط الاستواء اكبر منها عند القطبين. وبعدين في حاجة عجزوا إنه عن تفسيرها، وهي سقوط الأجسام الخفيف والتقيل بسرعة واحدة إلى الأرض. زلطة كبيرة زي حصوة، مع إن المفروض إن الزلطة الكبيرة تقع بسرعة أكتر، فدي كانت من ضمن الألغاز نيوتن ما قدرش، مع إنه عالم كبير وعبقري، ما قدرش يفسر إيه السر، ليه بينزلوا الأجسام الخفيف والتقيل بسرعة واحدة. عملوا التجربة بعد كده من على برج بيزا المائل، او البرج اللي مائل ده، وطلع فوق خالص ورموا شاكوش وقلم رصاص، فنزلوا في نفس الوقت في الارض على الارض. معناها طبعا ان رغم فرق الوزن والكتلة بين الشاكوش والقلم الرصاص، الا انهم بينزلوا في بسرعة واحدة على الارض. وياميها عملوا لعب كتيرة، دي تجربة كمان تالتة عملوها على القمر. على القمر برضو رموا الشاكوش، ومش بقى قلم رصاص، ده رموا شاكوش وريشة فرخة، هم فوق القمر اهو. والرواد عملوا التجربة العجيبة دي، رموا ريشة فرخة وشاكوش اهو، فوقعوا في نفس دي اللعب اللي بيعملوها علشان الظاهرة العجيبة دي. قلنا ان نيوتن ما قدرش يفسر لنا المسألة دي، ده نوع اخر من السقوط الحر اللي حكينا عنه. ويأكد نفس الحكاية ان الرفيع زي التخين ينزلوا برضو بسرعة واحدة. اللي حل اللغز ده كان اينشتاين في نظريته النسبية، وقال لك هما بينزلوا بسرعة واحدة لسبب بسيط، لأن دي مش مسألة متوقفة على الكتلة، دي سببها انحناء الفراغ. شوف الفراغ اللي تحت منحني ازاي، فالانحناء الفراغ ده هو سر السقوط، وده منحني ثابت سواء كان انت بترمي شاكوش او بترمي ريشة فرخة، فبينزلوا في نفس الوقت. ونفس الحكاية هتحصل برضو في الضوء اللي جاي من ورا النجوم. الضوء اللي جاي من ورا النجوم برضو هيقع في المنحنى الفراغي اللي حوالين الشمس فينحني. فاستنوا لغاية ما حصل كسوف شمسي
وقاسوا ان ضوء النجوم اللي جاية من ورا الشمس. ده كسوف شمسي. وبعدين قاسوا بقى ضوء النجوم اللي جاية من ورا الشمس، لقوا فعلا ان الشعاع الضوئي بينحني، وكذلك برضو امواج اللاسلكي اللي جاية من الكوازرات اللي هنشوف بقى هنا برضو حتى الموجة اللاسلكية بتنحني. فدي تضح ان كلام اينشتاين مظبوط عن انحناء الفراغ حول الاجرام الكبرى. دي من الحاجات العجيبة. برضو مسألة دوران عطارد، ده عطارد اكتشفوا انه في دورانه بينحرف كل دورة حوالين الشمس بالشكل ده، محدش عارف يفسر دي ابدا الا اينشتاين. فسر قال لك لا، ما دي انا فسرها لكم، دي بسيطة. العطارد بينحرف لان الشمس مش كروية، الشمس مبططة، بمعنى ان هي عريضة ومنبعجة عند الخط الاستوى الشمسي، بينما هي مبططة من عند القطبين. فالانبعاج ده هو السبب اللي بيخلي فيه انحناء مطب فراغي. المطب الفراغي هو اللي بيسبب انحراف عطارد وهو بيلف حوالين الشمس. واللي يدل على كده الكورونا بتاع الشمس، واضح ان الكورونا مش كروية، واضح ان الكورونا ما هياش كروية. شوف ازاي الشمس مبططة من ومكعبرة من ناحية خط الاستواء الشمسي، فلانها التكور مش مظبوط، ففي مطب فضائي بيؤدي الى انحراف عطارد وهو بيدور حوالين الشمس. طبعا القوة الجاذبية دي قوة هائلة جدا، وهي اللي ماسكة عمارة الكون كله. لكن شوهد ان لما النجوم بتموت وتنهار فبيحصل جرافيتيشنال ويفز او امواج جاذبية ممكن تسجل في اي مكان على الارض. واستطاع ويبر ان هو فعلا يسجل الامواج الجاذبية الناتجة عن انهيارات نجمية في مجمعة أوريون الفلكية. فبيجي نتيجة الانهيارات النجمية اللي بتحصل في أوريون يحصل ارتعاش في النسيج الفضائي كله، وما يسمى بالجرافيتيشنال ويفز أو الأمواج الجاذبية. ويبر عمل حسابات غريبة قوي، قال لك إن في وسط المجرة النجوم بتنهار في ثقب أسود، في ثقب أسود في وسط المجرة عمال يبلع 1000 نجم 1000 شمس كل يوم. طبعا ده خبر غريب قوي. قال لك أنا الدليل عندي هي الجرافيتيشنال ويفز اللي بتحصل، ولا تفسير لها إلا إن في انهيارات نجمية مستمرة بتحصل في قلب المجرة بتاعتنا، ومعناها ان في ثقب اسود، هذا الثقب عمال يبلع شموس، بيبلع 1000 شمس كل يوم. هنشوف هنا بقى يعني ايه النجم يموت وينهار. ده النجم ده لو كان قد الشمس بيفضل ينكمش 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 ويتحول الى قزم ابيض، ده لو كان بحجم الشمس، وبعد كده القزم الابيض ده يبرد وينتهي، بيبقى جسم بارد. إذا كان بقى النجم أكبر من الشمس فتكون النتيجة إن الانهيار يبقى أشد ويتحول إلى مش قزم أبيض بقى، إلى نجم نيوتروني زي النجم اللي موجود في العقرب. طيب إذا كان أكبر كمان يعني 3 مرات ضعف الشمس وحصل انهيار، لو كان كده النجم ضخم بالضخامة دي فبتبقى الجاذبية فظيعة لدرجة إن النجم يتهرس كله، ولما يوصل للنجم النيوتروني يرجع ينهرس تاني برضه. ده النجم النيوتروني اهو، لكن الجاذبية هتستلمه برضه وهينهار النجم النيوتروني
ويفضل ينكمش ينكمش لغاية ما ينتهي إلى ثقب أسود زي اللي احنا شايفينه قدامنا. فده موت النجوم، ده الموت بالسكتة بقى. لفوض إن أنت راكب في مركبة فضائية وتقرب لثقب أسود مش هتحس بحاجة، لكن لما بتقرب له وتيجي عند الحافة وتبص من الشباك هتشوف صورتك أكنك بتبص في مراية. ليه؟ ليه؟ لأن الزمن متوقف عند حافة الثقب الأسود، وبعد كده هتقع في الثقب الأسود أنت والسفينة. فإيه اللي هيحصل؟ تتفتفت وتتهرس تماما، تتهرس 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 أنت والسفينة، وما يفضلش منك إلا روحك مثلا ممكن، أو بيسموها السنجولاريتي يعني الرمز بتاعك، إنما كل بدنك ينتهي خالص وتتلاشى تماما. ودي لو كان نجم بيضاوي مثلا هينهرس ويتحول إلى نقطة اللي هي الثقب الأسود. الثقب الأسود دي بتختفي فيه كل القوانين بتاع الفيزياء ويتوقف الزمن، ونصل إلى علامة استفهام هي نهاية أفق معلوماتنا اللي بيسموه Event Horizon. ابتدوا يبعتوا أقمار صناعية عشان تقيس أشعة إكس اللي خارجة من المجرات، ويقولوا إن أشعة إكس دي هي المؤشر اللي يدل على الانهيارات النجمية. دايما لما يحصل انهيار نجمي يدي إشعاع إكس. من ضمن الحاجات اللي هم نشنوا التلسكوبات عليها نجم اسمه سيجنس إكس 1. النجم ده هو ده كان مظنون إن هو فعلا جنبه ثقب أسود هيبلعه. فهنشوف مع بعض إيه الحكاية دي والتلسكوبات ورتنا إيه. هنا قربنا من السيجنس إكس، وبعدين هنشوف النجم العجيب ده قد أكبر من الشمس، وبيلف حوالين نقطة سودة. تصور الكبير بيلف حوالين الصغير، وبعدين هذه النقطة السودة بتشد النجم الكبير ده وهتبلعه وهتمتصه. وعشان كده النجم مشوه ازاي، وعريض من ناحية ومدبب من ناحية. وده كان أول منظر في الواقع شافوه بالفعل بالتلسكوبات يدل على شبه ثقب أسود موجود عند النجم اللي اسمه سيجنس إكس 1. ورغم ان الثقب الاسود ده كنت حاجه صغيره كده، الا انها عماله تشد النجم المهول الفظيع ده كله وهتبلعه. ليه؟ لان احنا قلنا الثقب الاسود هو نتيجه انهيار نجم ضخم قد الشمس مثلا 20-30 مره، ويتهرس يبقى حاجه قد كده، لكن كتلته فيه، فبالتالي يبقى كتلته فظيعه وجاذبيته فظيعه، فممكن يبلع نجوم وممكن يبلع مجرات. وبعدين قالوا أكثر من كده، ويبر لما عمل تسجيلاته للأمواج الجاذبية قال لك ده فيه في المجرة بتاعتنا في وسطها ثقب أسود بيبلع 1000 شمس كل يوم. إيه ده؟ حاجة غريبة أوي. وعرفنا ليه الثقب الأسود اسمه ثقب أسود، لأنه من شدة الجاذبية اللي فيه النور مش قادر يفلت منه، فما بيوصلناش نور فهو اسود. في نفس الوقت الزمن بيتجمد بيتوقف، في نفس الوقت تختفي كل القوانين، فهو نهاية لأفق معلوماتنا وعلامة استفهام ضخمة. طيب يحصل ايه لو الواحد نزل في الثقب الأسود؟ قال لك طبعا ده مستحيل تنزل في الثقب الأسود، ده انت تهرس ما يفضلش منك الا رمزك بس. إلا حالة واحدة، لو كان الثقب الأسود ده من نوع اسمه spinning black hole أو الثقب الدوار، الثقب الأسود الدوار، يبقى في أمل إنك تنزل فيه، على شرط إنك تبعد عن المحيط وعن الحافة، لأن عند الحافة اللي بيحصل فيها الدوران بتبقى القوانين فظيعة تكسرك ما تخلص عليك. طيب نعمل إيه؟ قال لك تنزل في المركز بالظبط، لأن يعني في المركز بالظبط ما فيش أي قوة شغالة. فإذا نزلت في المركز بالظبط بتاع الثقب الدوار اللي هو spinning black hole ممكن تنزل. طيب أنزل أروح فين؟
قال لك تنزل 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 وبعدين تلاقي نفسك في سماء تانية، وبعدين تقع في ثقب تاني اذا خدت المركز بتاعه تنزل تنزل وتروح في سماء تالتة وبعدين سماء رابعة وهكذا. الله. طب افرض انا عاوز ارجع. قال لك ترجع تروح فين؟ ترجع مش محال، انت ما تملكش القوة انك ترجع، لكن نفرض تفرض والله لو رجعت بقى هتقابل نفسك. قابل نفسي؟ تقابل نفسك وانت نازل، لان في الواقع الزمن متوقف، مش احنا قلنا الزمن متوقف في الثقب الاسود؟ فاذا هتقابل نفسك، هيبقى منك نسختين. واذا طلعت برضه فوق شوية في القناة الاولانية اللي هي جاية من السماء الاولى للسماء التانية، هتلاقي برضه نفسك، فتبقى ايه ثلاث نسخ، وعند تطلع تلاقي اربع نسخ، تبقى ايه انت وانت وانت وانت، يعني ايه انا وانا وانا وانا، اربع نسخ مننا موجودين. طب وبعدين؟ يقول لك بعدين ايه؟ اقول له فمستقبلنا ايه احنا الاربعه؟ اربع نسخ مني. قال لك لا ما فيش مستقبل، لان ما فيش زمن. مش احنا قلنا ما فيش زمن؟ حاجه تجنن. انا اتجننت، انتوا اتجننتوا. كذلك حكايه الثقب الاسود دي حاجه تجنن، يعني من ضمن الحاجات الفلكيه الغريبه اللي عمالين يحكوا عنها روايات، وانها عباره عن الممرات اللي بين السماوات، وان وان وان، وفي الساينس فيكشن بقى بيحكي الاعاجيب عن الحاجات دي. وعموما مساله الجرافيتي فيلد دلوقتي كل الدول عامل يعني غرقانه في الابحاث عن الجرافيتي فيلد او اللغز بتاع الجاذبيه نفسه. وفي عشرات الكتب وفي الفيديو كاسيت والحاجات دي، وفي سبق دولي سري بين الدول في هذه الابحاث الخطيره. كلهم بيحاولوا يسخروا هذه القوه، زي ما سخرنا الكهرباء والرياح والبخار وكل ده، والمفاعلات الذريه سخرنا الطاقه الذريه. طب ليه ما نسخرش طاقه المجال الجاذبي؟ قال لك ليه بقى؟ قال لك لانها طاقه فظيعه جدا. انت شفت المركبه الفضائيه اللي رايحه اللي راحت لأورانوس وطلعت على نبتون ماشية بسرعة كام؟ 90,000 كيلومتر في الساعة، بسرعة ذاتية من غير وقود، غير بنزين ولا بخار ولا حاجة، بالقوة الدفع بتاعت المجال الجاذبي. الله، تبقى حكاية غريبة بقى. ده احنا لو قدرنا نسخر القوة دي هنعمل الطبق الطائر، هيطلع بقى سيد الكون شمشون قرن 21 اللي هو هيتحكم في أعظم قوة، والدولة اللي هتسبق هتحكم العالم بقى. ففي سبق فظيع لدرجة ان الكلام الاخبار اللي سمعناها عن روسيا عن نزول رواد فضاء ومخلوقات فضائية بتاع كل ده بكش، وده عشان ايه؟ يموههم على الابحاث الخاصة بالجرافيتي فيل. وزي ما قلنا وزي ما بكرر دايما، ان في يا اخواني اربع علوم هتصنع مستقبل الانسان في السنوات القليلة اللي جاية. العلوم دي هي كرايوجينكس او علوم التبريد اللي هتدي فرصة لحفظ الحياة لأمات طويلة في الثلاجات، وعلم السوبر كوندكتورز اللي هي علم السبائك اللي بيصل علينا اسلاك اسلاك عجيبة ممكن تطلق مارد الكهرباء، فيبقى فيه كهرباء مجانية نستعملها زي ما احنا عاوزين، وعلم البايو انجينيرينج او الهندسة الوراثية اللي هيتحكم في السلالات، وعلم جرافيتي فيلد انرجي اللي هو هيكون وسيلتنا الى صناعة الاطباق الطائرة وامتلاك السرع الفلكية اللي هي هتخلينا نفتح استعمار جديد ومملكة جديدة اسمها الكون الفلكي العظيم. وقلنا ان من غير العلوم الاربعة دي مش ممكن اي دولة هتخش القرن 21. الحضارة اللي جاية مش هنقدر نخشها عن طريق مباريات الكرة والأغاني والبلي والكلام ده، مفيش إلا مفتاح واحد وهو العلم والعلوم دي بالذات. فمسؤولية العلماء عندنا ومسؤولية المهيمنين على نظام الحكم إنهم ييسروا كل وسائل الأبحاث في هذه العلوم مهما اتكلفت. احنا شايفين في أوروبا دلوقتي اللي حاصل في أوروبا الشرقية والثورات الفظيعة اللي حصلت، مع بالرغم من ان المانيا الشرقية خدت معظم الميداليات الذهب في سولو وكانت دولة متقدمة في الجري والنط، لكن ده ما يهمهمش نط ايه وبتاع ايه،
ده اللي هيبقى سيد العالم هو اللي معاه مفتاح العلم، مش حكايه يلعب عقله متوازيين ولا ياخد جون كره، ده كلام ما راح ولا جه. فايه الغضب اللي حصل بالنسبه لالمانيا الشرقيه والعالم الشرقي؟ ان الاقتصاد الشمولي بتاع الاشتراكيات اللي هي مهلهله ادت الى انهيار اقتصادي كامل وتاخر، ورجعت الدول دي ل 200 سنه لورا، جوع وحرمان وتاخر علمي. فطبعا هم عاوزين يلحقوا نفسهم ويخلصهم يطرحهم حكاية التوب الشيوعي ده، لأن اتضح انه ما هوش توب، ده جاكيتا جيبس أيدت هذه الدول وأخرتها تأخير فظيع جدا. فعاوزين كلهم يطرحوا هذا الاقتصاد الشمولي ويخلصوا من الحزب الشيوعي بأي شكل ويحجموه، وعشان ينطلق الشعوب دي عشان تشارك تعيش العصر بالفعل. العصر ده عصر علم، يعوز أبحاث، يعوز ميزانيات ضخمة، يعوز رخاء، يعوز اقتصاد، يعوز قوة اقتصادية. إنما بالعجز والفقر والاقتصاد المشلول اللي هم وقعوا فيه السنين دي كلها تحت وهم الخدعة الماركسية، قال لك الاشتراكية العلمية طلعت مش علمية والتقدمية طلعت رجعية. فدلوقتي عاوزين يلحقوا آخر نفس يخلصوا من الكلام ده كله ويطلعوا منه علشان يقدروا يلاقوا لهم مقعد في العربية اللي هتوصلهم للقرن 21، وهي العلم. العلم يحتاج لحرية وبحوث وميزانيات واقتصاد قوي، وده كله مش ممكن يتيسر بالنسبة لواحد لابس جاكيتة جيبس اسمها الشيوعية وكلها كلام فارغ وأخرت هذه الشعوب تأخير فظيع. فإحنا لازم ناخد الدرس، ولازم أيضا نخلص من بقايا الاقتصاد الشمولي، ولازم ناخد حظنا من وندور على مقعد في المركبة اللي طالعة دي لبكرة. هذه المركبة مش ممكن نركبها ولا نلاقي مقعد فيها إلا بالعلم. العلم هو الأربع مفاتيح اللي حكيت عنهم دي. فإحنا مسؤولين وإحنا كلنا أمانة في يد المهيمنين على النظام في الدولة إنهم ييسروا البحث في هذه المسائل، إن إحنا نجيب خبرة، إن إحنا نجيب علماء، إن إحنا الجامعات تعود لعهدها القديم كمراكز بحث علمي. كمراكز بحث علمي هو ده التذكرة اللي ممكن نلحق بيها قطار الغد. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.